بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. وهي كيفية تحويل الأسماء من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو العكس. هنستخدم جوجل شيتس عشان نعمل كده. أنا عندي قائمة أسماء مكتوبة باللغة العربية عايز أحولها للغة الإنجليزية، فهروح لdrive.google.com، هعمل لوجن بالجيميل أكاونت بتاعي أو جوجل أكاونت. من نيو هروح لجوجل شيتس. جوجل شيتس هو الإكسل بتاع جوجل. هاخد الأسماء اللي مكتوبة بالعربي كوبي، وهاجي في الجوجل شيت اعمل بيست، وبعدين هكتب المعادلة اللي جاية دي equal google translate. جوجل ترانسليت عشان تشتغل محتاجة ثلاث معلومات: ايه هو النص اللي هترجمه اللي هو الاسماء، كوما ايه اللغة اللي مكتوب بها حاليا العربي يبقى ايه، ايه اللغة اللي انا عايز اترجم اليها انجليش يبقى ايه. مجرد ما هقفل القوس وادوس انتر هيبدأ يكتب لي الاسماء باللغة الإنجليزية، لكن لازم أعمل مراجعة طبعا بعد ما يخلص الترجمة. هاخدهم نسخ وارجع لي ملف الوورد أو الإكسل بتاعي وأعمل بيست. لازم أعمل مراجعة ليه؟ لأن في بعض الأحيان زي ما حصل هنا هيحصل ترجمة فعلا، يعني هو ترجم حياة، علشان كده أنا لازم أعمل مقبول ترجمة acceptable. فمحتاج مني بس أعمل مراجعة علشان أتأكد أن كل الأسماء تم تحويلها من اللغة العربية للغة الإنجليزية بشكل صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.